كده برضه يا دودو يا حبيبي تخدني عليك؟ ده انا لما عبد السلام قال لي ان هما مش لاقيينك كنت هتجنن وجي جري. هو انتوا تصلحتوا؟ صلح دي بقى الغنم كده وكده يعني. ازاي تصلحي بعد ما ضلب؟ انا هعمل ايه يا حبيبي؟ ما انا عايزه اعيش. انت عارف لو اخوك بابلو وقف جنبي وانا خدت مؤخري وخدت الشقه هبقى مش محتاجه لحد. انا خدت بالي لما انت شخطت بابلو عشان زعقلي. هو الصراحة جه اعتذر لي علشان ما ينفعش يكلمك وحش. صدق أنا ساعتها فرحت وحسيت كده إن أنا ليا ظهر وسند. طبعاً أنا حميتي من أي حد. ربنا يخليك ليا يا نور عين. طيب طالما يعني بابلو بيحبك كده وبيعمل لك خاطر، ما زلنا عليه طلقني من عبد السلام. هو اللي صار يطلبك؟ الطبع ما بيتغيرش يا أدهم يا حبيبي. شوف عمل إيه في رقبتي. بقول لك إيه؟ هتقول لي بابلو؟ آه هكلمه. ربنا يخليك ليا يا نور عين قلبي. الباب الخبر قولي افتحي. أو مفتاح. اخس عليك كده راجل ده لابسه جلابية البيت. افتح أنا حبيبي. أدهم. ده دودو ده شكله غلبان. أنا أدهم أخو بابلو. أخو مين ياض؟ بابلو. ولا المرحوم عبد الوهاب يرحمك. أوعى ياه. أيوه صح يا دودو أنا شفته معاه. اتقل يا دودو لا الموضوع يطلع بجد يا زميلي. عارف ياض لو طلعت بتحور عليا على الحرام من ديني لجنزرة في الزنزانة. أنا أدهم أخو بابلو مش بعيد يتم داي دلوقتي. أخو المعلم بابلو؟ مش تقول كده يا زميلي؟ نورت الأوفيس. تعالى تعالى أنت هتقعد على فرشتي. تعالى يا زميلي على مهلك على مهلك. تعالى تعالى يا زميلي. تعالى تعالى. اعوي ياه اعوي. اقعد يا زميلي اقعد. اقعد انت هتقعد على فرش الدقدق اخوك. اقعد. اقعد يا زميلي. ايوه. ايوه عم خضيل. انا ادهم.